شفنا رسايلنا طالعه لقلوب الاطفال اللي شايفيننا، وما نقولش ابدا ده طفل صغير ومش فاهم حاجه، لا الطفل بيفهم وبيحس. يمكن مش هيفهم الكلام بالظبط اللي بنقوله لو سنه صغير قوي، لكن الطاقه اللي بتطلع من الانسان وهو جنب الطفل، الطفل بيشربها بيستوعبها. الكلام ده كلام علمي، مش كلام كده بيتقال هباء، لا ده كلام حقيقي. فمهم جدا 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 ان احنا في تعاملاتنا مع اطفالنا نفهم ان وانا واقفه او قاعده جنب ابني، حتى لو انا ساكته، اللي جوايا بيطلع عليا، بيطلع زي حواليا، ابني بيتاثر بيه. لو انا متوتره واعصابي بايظه وعارفه ان انا داخله على المدرسه، والمدرسه في زمن الكورونا هتبقى عامله ازاي، او الحضانه، وخايفه جدا على ابني ومش عارفه هعمل ايه، او عندي يقين ان هو هيعيا وهيتعدي، ما في امهات كده متشائمه، يعني سامحوني بقى المتشائمات اللي بيتفرجوا عليا، سامحوني معلش هزعلكم شويه. ما ينفعش، انا عارفه ابني، انا عارفه اول ما هيدخل مدرسه هيعيا، هيفضل طول السنه عيان، انا عارفه ابني وانا عارفه. لا، خلينا حسنين الظن في الله سبحانه وتعالى، ونطلع طاقة إيجابية لأولادنا. نصيحة حلوة وإحنا بنبدأ حلقتنا النهاردة زي ما قلت مخصصة لأولادنا الصغيرين، نصيحة حلوة إن إحنا نهيئهم من دلوقتي قبل دخول المدارس والحضانات. بالفعل في مدارس دخلت، بس دخلت أونلاين يعني عن طريق الإنترنت، فخلاص دول لازم يكونوا ظبطوا يومهم. طيب اللي لسه هيدخلوا كمان اسبوعين ولا حاجه ولا كمان اسبوع، لازم من دلوقتي من النهارده نظبط يومنا. يلا يا امهات اللي سامعيني دلوقتي، اتفقوا مع اولادكم، اقعدوا معاهم، اتكلموا معاهم، ما تدوش اوردر صريح النهارده النوم بدري، لا احنا بنشرح وبنفهم اهميه النوم الجيد، أهمية النوم العميق، أهمية إن الطفل ينام بدري ويصحى وياخد وقت من النوم من 10 ل 12 ساعة على حسب عمره. لازم يصحى مرتاح ونفسيا كويس عشان يقدر يدي، وجهازه العصبي وكل حاجة فيه تقدر تدي على دخول المدارس، ويبقى مستوعب وفاهم كل الدروس. بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح. أنا عارفة إن المهمة السنة دي شاقة، ومقدرة أنا أم زيكم، وعارفه كويس قوي احنا بنمر بايه، ما بين قلقنا وخوفنا من الكورونا، وما بين ان احنا عايزين ندي كل النصايح والتعليمات لاولادنا، وما بين ان اولادنا اصلا مش كلهم يعني ايه مصحصحين معانا كده اهوت وهيسمعوا الكلام على طول، لازم نعيد مره واثنين وثلاثه، وما بين ان احنا اهم حاجه واللي دايما بلفت النظر ليها هو اننا لازم نبقى مركزين على صحتهم النفسيه. يا فرحتي ابني قعد السنة كلها معيش ولا جاله حاجة، وحضر المدرسة طول الوقت وكان زي الفل، لكن نفسيا هو شخصية هتطلع معقدة، نفسيا هو شايف ان ماما دي بعبع، نفسيا هو حط حواجز بينه وبين امه، وما عندوش اي استعداد ان هو يصاحبها، او ما عندهاش اي استعداد انها تيجي تحكي لها عن اللي مضايقها او اللي واجهها. صحة أولادنا النفسية هي العنوان الرئيسي، هي أهم حاجة لازم نتبعها وإحنا بنفكر، وإحنا بنأكل، وإحنا بننيم، وإحنا بنذاكر، وإحنا بنلعب مع أولادنا، وإحنا قاعدين حتى ساكتين. لازم أبقى عارفة كويس قوي إيه أهمية صحة ولادي النفسية، وإزاي أحافظ على صحتهم النفسية. هننتقل بقى بعد كده لأهمية الوعي والفهم لكل أم شايفانا دلوقتي إزاي تتعامل مع أولادها في زمن الكورونا وهم داخلين الحضانات والمدارس.